80 والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي إخباره صلى الله عليه وسلم عن الجنة دار السلام. إخواني، وقد جعلت هذه المعجزة هي الأخيرة قصدا، وقصدي من ذلك هو الطمع في كرم الله وعفوه وفضله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عباد الله، الجنة هي دار السلام، وهي دار الخلد، وهي دار المتقين، وهي دار المحسنين، وهي دار الصائمين، وهي دار المصلين، وهي دار الصابرين والصادقين. جعلنا الله وإياكم من أهلها.